بنجدد التحية لكل المشاهدين ولضيوفنا معانا النهاردة. وأحيانا بنحاول نفكر إن مجرد استمرار الحياة الزوجية هدف في حد ذاته عشان نتجنب شبح الطلاق، وبننسى إن الخوف من قرار الانفصال وفي نفس الوقت عدم حل المشاكل بين الزوجين بيؤدي لأشهر حالة موجودة للأسف في كتير من البيوت، وهي الطلاق الصامت. البعض بيسميه الطلاق العاطفي، ومن أشهر أسبابه عدم مواجهة المشاكل في بدايتها وبعدين تكبر بالتدريج وتتراكم. عدم التجديد والاستسلام للروتين والملل، التدخل الزائد من الأهل. في تفاصيل كتير، وكنا بنقول يا أستاذ سامح قبل الفاصل إن المناقشة بين الزوجين، إن احنا نحاول نشوف نوصل لحل من خلال الحوار قبل ما نعلن ان الطلاق هو الحل. هل انت جربت الحل ده؟ يعني جربت ان انت تعمل حوار وتتناقش؟ طبعا هو الواحد بيعمل حوار ويتناقش، والواحد بيستعين بناس متخصصه زي الدكتور، والواحد بيقدر يعمل كل ما عليه علشان يعني انت يتفادى. انت عملت كل اللي عليك قبل ما توصل للنهايه دي؟ طبعا. ولا دلوقتي لما تقعد تراجع تقول لا كان ممكن؟ لا، لازم الواحد يعمل كل اللي عليه قبل ما يوصل للنهاية عشان ما يقولش كان ممكن. انا كمان لاحظت حاجة، ان الناس اللي هي طبقات اقل اجتماعيا وماديا اكثر تماسكا من الطبقات العليا والمتوسطة العليا. وانا مش عارف ايه السبب، يمكن الدكتور يقدر يساعدنا يقول لنا ايه السبب. ليه الناس دي عايشه؟ ايه النظريه دي؟ يعني الناس اللي فوق، او يعني بما اننا بقينا طبقات مش طبقتين وطبقه الوسط، بقينا مجموعه طبقات تحت ومجموعه طبقات فوق، هل الطبقات اللي هي بنصنفها انها اقل ممكن يبقى مرتبطين اكتر؟ لا، ما مش فكره الارتباط، بس فكره تقبل الطبقات الاقل لفكره الطلاق مش عالية زي الطبقات العالية. ايوه، بس الطرف او الفلوس ممكن يكون هو قصده انها هي لا، ده هم راضيين ومتماسكين ويعني بيسعدوا بقليل. مش دايما يا سامح، بس الاغلبية يعني. لا، احنا ما بنتكلمش على دول. ايوه بس يعني وجهة نظر ممكن لان احنا بنشوف الطرف او ان الفلوس الزيادة، لو الست عندها فلوس الزوج يقول لك ان هي بتقوي قلبها فبتستسهل قرار الطلاق، والراجل لو عنده فلوس فيعني عنده كل الحاجات متاحة، فممكن يكون مش بس الشيء الاقتصادي، فكرة الطلاق نفسه في كلما عالي المجتمع مختلفة عن كلما اوتي المجتمع، لان هو فهو بتبقى حاسة كده هو يعني كأن فيها بقى فيها مشكلة. من الطبقات العالية لا، بتاخد الموضوع بتاخد عندها ثقة بالنفس ان المشكلة هو سفر بره واروح. ايوه طيب، ما هو ده قوة اقتصادية. يعني انا يعني الفلوس زي ما بيقولوا في المثل بتقوي القلب. مش هي بس، هي الفكره مش قصه الفلوس بس، قصه الاحساس بالذات نفسه مختلف هنا عن هنا. المنظور العام يعني لفكره أنا الطلاق، يعني انا لو عندي استقلال مادي وعندي ثقه في نفسي يبقى اسهل ان انا اخد القرار. وفي لا، هي الفكره مش بحضرتك ماديا، الفكره تقبل الطبقات دي لفكره الطلاق مختلف، حتى لو كان معاها الفلوس وتقدر تستطيع انها تشتغل، الفكره نفسها لتقبل الطلاق مختلف. يعني كلما زاد المجتمع في درجاته الاجتماعيه سهلت فكره الطلاق والانفصال. حضرتك طيب، كل المجتمع اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي، لو قعدت مع الناس شويه بيتجوز قبل ما يتجوزوا يقول لك انا داخل اجرب، وداخل اجرب ان فعلا ما ينفعناش نتطلق. يعني هو داخل بفكره فيري. اكيد نهله انت نفس الفكره دي اللي بيقول عليها الدكتور. انت داخله بالفكره دي. يعني ما منتهاش خلاص. مش متخوفه قوي من الجواز؟ يعني في ناس بتخاف قوي من الجواز. ليه؟ مش هنحسب. أربعة. أربعة بس؟ طب الخمسة بقى عشان الحسد. الله حيك. طب مريتي ولا أسر الجواز عندك ما خلاكيش تمر بمرحلة الطلاق الصامت؟ لا طبعا، ولا يمكن أقدر أستحمل. يعني أنا كنت عايزة أسأل الدكتور، بيقول لي إن جوزها يقول كلام لطيف. طب بلاش يقول كلام لطيف، بس ما يقولش كلام سخيف. إيه ده، أنت تخنتي؟ ايه ده، انت خسيتي؟ ايه ده، شعرك ماله؟ في ساعات الجواز تلاقي الجوازه ده بينفس فجاه انها احلى منه. ايوه، الطف منه، عندها ناس ارقى، تلاقي نفس عليها وبدا عايز يكسرها. ايه تخنتي وايه خسيتي ولا عجزتي؟ عجزت مين دي اللي عجزت؟ يعني حاجات غريبه كده بيقولها. اكتر جمله من دول ضايقتك انت عجزتي دي؟ انت عجزتي. الشوبينج كنا في طريق طويل جدا عايز نمشي كل ده، قلت لها مش همشي. انت عجزتي يا نونو،
ده انا حسيت في دماغي لا. بس هو كان اكيد في قبلها موقف عجبتي يا نونو دي حبيت دماغي اول منزل مصر باي باي وعملت كده موقف يا مدام هو حط بس ده قصاده يعني كان في موقف عليا كنت مذيعة ايامها وسافرت فالمصريين هناك وناس عارفوني بيسلموا عليا بيتصوروا معايا بنفسي بس على طول هو ده موقف هو راح ما حدش بقيمه نفسه عملها عدوان على طول. شفت بقى الرد الفعل ازاي؟ طب انا اعرف هي تعرف منين ان هو غيران عليها؟ هي تعرف منين؟ ما هو انا ممكن اقوم ردت عليه ترى هو مش غيران عليها ده هو غيران منها كده ايوه وكود بيكون غيران عليها او الاثنين انا حاولت غيران منها دي حطيتها في دماغي بقى اوكي انا هوريك اللي عجزه دول بقى بيعملوا بس انا ممكن يعني لا مقصوده عارف ليه بقى؟ طبعا احنا بنكبر والستات بالذات والستات اللي شكلها حلو بتزعل قوي مرور كل سنه لا الستات كلهم 21 سنه ما انا جاي انا عامله المشروع ده انا 22 22 لا لا خلاص انت حر احنا كلمه في الصميم وتضايق يعني طبعا بالذات ان انت حاسس ان اللي قدامك دي بتقلق قوي من قصه انها تعجز انها تكبر يا يلا بقى عشان نمشي قطوها مش كل ده بس لا لا لو انا ممكن ارد عليك موقف زي ده طب انت قاعد مع واحده عجوزه ليه؟ هو محرجه على طول لا انا قلت له هفضل احلى منك وانت ببساطه انا عايز اقول لك ممكن ناس من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يقول لك دي مرفهه قوي مرفهه ولا اي حاجه كلنا حاسسنا زي بعض يعني كل الستات ربنا خلينا بنفس الاحساس ونفس الانوثه يعني وما فيش ست حلوه وست وحشه كل الستات حلوه ايوه بس انت لو انت مش مستقله ماديا وعندك لا برضه مش هتعمد عليه مش هتاخد القرار انا دلوقتي ما اقدرش مع نفسي كده اخد تاكت واروح باري واعمل شوبينج ما اقدرش هو كان بيوديني استغنيت عن كل ده بعد قدام كرامتي ما حدش يسمعني كلامي يضايقني ما حدش يحاول يكسرني من جوايا ما تمام انت مريتي بمرحله الطلاق الصامت هقول حاجه ولا ما كانش في شهور قليله الطلاق العاطفي اللي هو كل احنا في البيت ما حدش فينا بيضايق التاني بس ما فيش كوميونيكيشن طب ليه مثلا الوقت ده ما خدش وقت اطول كان ممكن الدنيا تتصلح فيه ولا خلاص طالما حصل ده ساعات الحكايه بتيجي على كرامه الواحد شويه انه اقعد عشان ايه نكمل عشان ايه ما هي باينه مش عارفه ايه بس هي كنت عايزه اعلق على حاجه على نهله انه لما بيحصل موقف زي ده او حاجه احنا ثقافتنا ايه بكره الشخص او لو انا قلت كلمه ديته هو يكرهني هي الفكره ان احنا بنكره الموقف انا بكره الطريقه دي من التعبير فانا ممكن افهمه انه يعني مش كلمه لطيفه تقولها لي لكن مش حابني عليها هيقولها لك تاني ما انا لو فهمته ان انا اتغصت قوي كل مره يعني كل شويه بقى هيقول انت عجبتي انت ما هي دي بقى قصه القط والفار يعني هو ان هو اكبر مني يعني واحد اكبر مني بسبع سنين بس بيروح الجامع وانا ما بروحش الجامع بيمشي انا مش قادره امشي معناه ان انا عجبت قال له نفسي انا مش كل الشارع ده ليه يعني لا لا شربات يا جماعه جدا طيبه جدا ورومانسيه بس انا بقول لك ممكن حد اللي هو بيشوفنا يقول لك يقول ايه ده مرفهه ومدلعين الناس اللي ما عندهاش مشاكل والله اتوفى اللي كان بيدلعني يعني اتوفى ما بقتش مرفهه ولا مدلعه بقيت واحده ثانيه لا ان شاء الله في الجوازه الخامسه بقى نستحمل ولا ما نستحملش ده هو لو شاف الخامس ده لو شاف الحلقه دي هيقول ماليش دعوه تطلع في التلفزيونات تقول وتحكي ماليش دعوه بيها هيخلع يعني هيخلع طيب هيجي خمس تاني انا لاحظت حاجه غريبه جدا مثلا الام اللي هي ام وزوجه تتقبل من ابن بيعمل فيها عمايل سودة ايوه ابنها ولا يمكن تتقبل 10% من ده من الزوج طب هو يعني لو هي بتحب الابن وبتقبل منه كده طب ما تعملش الزوج بنفس الطريقه دي فهو المنطق غريب لو وجد الحب لازم تكمل ماتي لكن اللي بيحصل ان هي الزوج بالنسبه لها بعد شويه بتشوف عيوبه بس وهو بعد شويه بيشوف عيوبها بس خلاص الميزات الحلوه راحت بعد الطلبه ويمر سنين بيكتشفوا الله طب ده كان في حاجات كويسه طب في طريقه يا دكتور في الاخر لو انا شفت عيوبه وهو شاف عيوبي في طريقه ينفع نوصل بيها لبر امان او يعني حياه وخلاص بدل ما نوصل للطلاق مبدئيا تعقيبا على كلام سامح ان الحب او الزواج زي الزرع لازم من الاول يتروي لو فضل ما يترويش هيبتدي يبقى فيه تباعد وهنوصل للزواج لازم يبقى فيه ديالوج مش مونولوج مش طرف واحد مفيش لو في بقى عيوب في احد او في الناس شايفه فيه عيوب في بعض لازم يقعدوا يتكلموا ولازم يبقى فيه طريقه يا اما هتتقبل
تمام، يا اما هو يقول لها انا كده هو، فاما يبقى عندها الحل انها تتقبل يا اما تمشي، فهو بيقول لها انا كده او هو او هي بتقول له انا كده، او يبقى في مساعده ان هو يتغير. ما فيش حد فينا ما بيتغيرش، الناس بتتغير بس بتتغير بفكر معين، ان انا فعلا معترف ان انا عندي العيب دوت عاوز اتغير. احنا للاسف بنتجوز بفكر انا شايف عيوبه وبعد الجواز هغيره، وانا مش قايل له على ان انا شايف العيوب دي وعاوز اغيرها، لا، لازم الانسان يكون شايف عيوبه هو وفعلا عاوز يغيرها. لازم نشوف عيوبنا ونبقى عندنا اراده ان احنا نغيرها علشان ينفع نستمر. لكن في النهايه تبقى كلمه اخيره، ان الحلقه دي مش دعوه للاستسهال في قرار الطلاق او الاستعجال في خراب البيوت اطلاقا. كل اللي عاوزين نقوله ان احيانا ابغض الحلال لابد منه، والانفصال قد يكون اخف الضررين. المهم نكون استنفذنا جميع محاولات الصلح وعملنا المستحيل عشان المياه تعود الى ارض التفاهم والمحبة والدفء. ساعتها لو جت النتيجة سلبية فاذا فليقضي الله امرا كان مفعولا. لابد وقتها من القدرة على اتخاذ القرار الصعب، وطلاق ناجح افضل الف مرة من جواز تعيس. بشكر نهلة، رانيا، سامح، دكتور محمد، واشوفكم على خير يوم الخميس الجاي ان شاء الله. شكرا لكم.